سيد القاضي كان بمنطقته أكو واحد اسمه قاسم. هذا قاسم واحد من الشقاوات وعده معاصي وعده ذنوب وعده خطايا وصلاة ما يصلي عبادة ما يتعبد ما له دخل. بس هذا كان من يشوف السيد القاضي جاي من السوق أو جاي من الحرام أو جاي من الدرس وبيدع علاقته ومسواقه له غراض له شنو يجي للسيد يقول له سيدنا اعطيني خلي أساعده أخذ العلاقة من السيد ويساعد السيد ويوصله للباب. السيد رحمة الله عليه قال له قاسم أنا أشوفك هواي مهتم بي تحترمني وتقدرني مع أنه أنت بالمنطقة هواي عندك مشاكل كذا، بس قاسم أنا أريد أطلب منك طلب. قال له تفضل سيدنا. قال أريدك تصلي صلاة الليل الليلة. قال له سيدنا دخيل بختك هو أنا الواجبة ما أصلي. صلاة الواجبة ما أصلي. قال له ما يخالف أنت صلي الواجبة اليوم، بس أنا أريد منك تصلي صلاة الواجبة اليوم الليل وبعدها صلي صلاة الصبح، فأريدك تقعد قبل صلاة الصبح اليوم بساعة صلي صلاة الليل. قلت له سيدنا ما أقدر لأنه أنا أتأخر ويا أصدقائي تالي ليل وأرجع متعب، فأنا أقعد ب 11 الصبح ب 10 الصبح ما أقدر يعني. قال لا أنت إنوي وأنا قعدك إن شاء الله، أسأل من الله أني قعدك الليلة. قال لي هاي هي إذا قعدت قبل صلاة الصبح اليوم أصلي صلاة الليل، بس علمني. قال لي إيش تقرأ وإيش تقول وإيش شنو كذا. يقول أنا رحت هم لأصدقائي قلت الليلة خلي أرجع من وقت زحمة، أنا طيت حشاية للسيد. قل رجعت من وقت نمت قبل صلاة الصبح بساعة كأنما واحد قعدني. قل فزيت قبل رحت للمي عندي نشاط، رحت البركة الماي بس وقعت عيني على الماي انكسر قلبي، حسيت اك واحد جاي يجرني جر المن للتوبة. قل انا ما قلت لإلهي أرد أتوب وكذا، ما قرأت الدعاء، قلت لربي انا صار لي هواي عايفك وهسه جيتك ما اريد ارجع. هالحكاية فقط بس طلعت منين؟ طلعت من قلبي. انا صار لي هواي عايفك بس هسه جيت، لا ترجعني ذاك الوادي، هسه جيت يمك بعد تشلب بي يا الله، لان العبد يعني ما يكذ روحه. فأنت من تجي للمجلس قل له أبا عبد الله إذا ظل علي ما دبرها، هسه قاعد بمجلسك بعد ساعة أخطأ، أنت اجعلني برحالك كذ نكض. أنت يا أبا عبد الله حنين وطيب وكريم وعلى كل شقاء تقدر، لأن الله مخلي لك هالقوة هاي. انت رحت للصحراء جاي من العراق من المدينة رايح الكربلة للعراق، طريقك هتشي رحت فد مسافة بالوادي على مود اكو خيمة قاعد بيها شاب نصراني قلبه طيب، جبته وخليته برحالك وهب. وصلت الكربلة الحر منع عنك الطريق بس انت سقيته ماي وهو سد لك سد عليك الدروب، انت سقيت ماي. هسه انا قاعد ببيتك، هذا العزاء هاي المجالس هي بيت الحسين، اعنان مسير عليك لا تطلعني من بيتك، اطلبوا من الله بقلوب منكسره قلوا له الهي بالحسين بالحسين لا تودينا لغيرك اجعلنا إلك يا الله.